هيا نجهز 20 ثانية ونبدأ نجهز. راح أمسك الفريق إن شاء الله من اليوم، بس قبل لا أمسك الفريق أو أتكلم بأي شيء، أول شيء حاب إني أشكر الكابتن مايك على كل الفترة اللي قضاها معاكم كهيد كوتش. خلال الفترة القادمة راح تكون فترة جديدة فيها بعض التغييرات خصوصا من الناحية التكتيكية، أبغى الجميع يكون على قلب واحد، الجميع في الملعب يدي يعطي كل شيء عنده، أي شيء يطلب منك داخل الملعب تكتيكيا تركز فيه خلال الوحدة التدريبية، لأنه هذا راح يأثر عليك خلال المباريات. اسمع، مجرد ما تنقطع منك الكورة بأقصى سرعة تروح تسوي الضغط، اوكي؟ راح ندخل كل مباراة على حدة، تكتيك معين على حسب الخصم اللي أمامنا. اليوم راح نبدأ نحضر للمباراة، ولن نرضى في المباراة القادمة غير الثلاث نقاط بأي ثمن.